استني بس، رايحة فين؟ حاجة حلوة ايه؟ سكت. العف. صباح الخير يا سيف. صباح الفل يا أمل. ايه، محتاجة حاجة من المكتبة؟ لو انت استاذ جابت لكك عشان تديني بونبوني من اللي بتوزعه. خلص بونبوني خلص. اصل انا بصراحة كده جاية لك برسالة. من مين؟ من ماما. اصل هي عزمك على الغدا بكرة، إيمان وجوزها وإيناس وجوزها جايين يتغدوا معانا بكرة، وكنا عايزينك تتغدى معانا. ماشي يا أمل، ماشي. لا لا، إن شاء الله أقول لهم إن شاء الله. يعني إحنا إخواتي يا أمل. بقول لك إيه، ممكن تقعدي بس مكاني 5 دقايق، أنا جاي لك على طول. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.